أهلا بكم في مسقط. فنحن تأهلنا إلى كأس آسيا وتأهلنا إلى تصفيات المونديال النهائية. أهلا بكم في مجمع السلطان قابوس الرياضي، حيث جماهيرنا تنتظركم ومنتخبنا يتربص بكم. الأحمر يلاقي القرغيز في آخر محطات هذه المرحلة من التصفيات بعد عودته ببطاقة الصعود الأولى على حساب المجموعة الرابعة. منتخبنا يلاقي المنتخب الذي فاز عليه في هذا المشوار ويلعب هذه المباراة وعينه على رد اعتباره وتأكيد صدارته. أبناء السلطنة يستمدون عزيمتهم من الأرض والجمهور، ويستمدون معنوياتهم من جلوسهم على مقعد الصدارة برصيد 12 نقطة. هنا في مسقط حيث ختام الكلام، هنا بدأنا التصفيات وهنا ننهي المرحلة الأولى. الأنظار كلها تتوجه صوب لقاء حاسم للصدارة مع الملاحق منتخب قرغيزستان الذي يحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وهو مهدد بفقدان هذا المركز بحالة خسارته وفوز ماليزيا على الصين تايبي. منتخبنا يبحث عن رد اعتباره بعد هزيمته الأولى وبعد تسبب هذا المنتخب في خروجه من كأس آسيا الأخيرة. الأمر كله يتعلق بأهمية تحقيق النقاط الثلاث لتحسين التصنيف والتأهل على رأس المجموعة بكل جدارة واستحقاق. والحديث كله في 90 دقيقة نعيشها في بوشهر على أمل أن نتونس بالأداء والنتيجة لتكون بمثابة العيدية المهداة للوطن بأكمله. يكون